كل التحيه ان انت توصل بالفريق ده للحاله دي في اخر ماتش في الموسم، وكمان مسافر يوم الخميس راح رواندا عشان تلاعب بطل رواندا يوم السبت في ملعبه. خلينا نحيي الجهاز الفني واحد واحد، مستر اجوستي بوش المدير الفني، كابتن احمد الجرح المدرب العام، رامي الدياسطي مدرب، طارق الغنام المدير الاداري، وليد الخرات الاداري، محمد الشيح مخطط الاحمال، هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، محمد جاد طبيب الفريق، نادر خزام اخصائي التغذيه، علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، حامد الكاس مهمات. واحد واحد بنحييهم، واحد واحد بنذكرهم لما كان لهم جهد كبير. النهارده زي ما اتفق ضيوفي ان في مجموعه كبيره ما كانتش مشاركه في البال، والمجموعه دي النهارده هي اللي شايله الماتش، زي عمرو الجندي، زي مروان سرحان شارك على فترات، زي ايهاب امين كان برده في الباسكتبول افريكان ليج ما كانش موفق. النهارده عمرو زهران داخل عشان يعني على جايزه فرديه، على ما اتذكر بتبتدي بجايزه 3 بوينت. عمرو زهران زي امبارح هنشوف من الهديه المقدمه بمكتوب عليها، اتصور انها 3 بوينت. امبارح وبيقبل تحيه من مجلس اداره الاتحاد، حتى كابتن محمد مصلح رئيس نادي الاتحاد والمحب لكره السله بيحيي كابتن محمود الخطيب، بيحيي كابتن مجدي ابو الفيخه، رحاب الغنام عضو مجلس الاداره، محمد فتحي عضو مجلس الاداره بيسلمه. ايوه هي جائزه افضل رميه ثلاثيه مكتوب تحت بيست 3 بوينت شوت شوتر، يعني افضل مصوب رميه ثلاثيه، زي امبارح لاعبه نادي الجزيره اللي حصلت عليها. وطبعا بيتلقى يعني عمرو زهران ابن النجم الكبير طبعا يعني زميل الملاعب كابتن علاء زهران بيتلقى التحيه من زملائه، وهي دي الروح اللي بتميز الفريق. كل واحد له دور مع مستر اجوستي، انت مش بعيد، انت في اي لحظه ممكن تكون سبب المكسب، وده اللي زرعه مستر اجوستي في اللعبه. بيطلع طبعا انس اسامه لاعب نادي الاتحاد ولاعب نادي الزمالك السابق بيتلقى التحيه عشان يحصل على جائزه فرديه، واتصور ان هي الهداف. الهداف بتبقى تاني الجوائز اللي بتتقدم زي السيدات امس. انس الحقيقه خلينا نشيد ان هذا اللاعب كان صاحب مستوى ثابت طوال الاربع مباريات، عامل فرق كبير مع نادي الاتحاد، لاعب مميز، لعب في اكبر الجامعات في امريكا، لويس فيلي او لوي فيلي، الجامعه الكبيره اللي خرجت نجوم كبار. بيتسلم الجائزه طبعا من محمد فتحي توب سكورر للهداف زي ما قلت لحضراتكم، والجائزه اللي هتبقى بعد كده هتبقى الام في بي، هتبقى توب سكورر. انا اتصور ان ممكن تكون ايهاب امين او عمر طارق، اتصور يعني ان ممكن ايهاب امين او عمر طارق اللي هياخدوا الام في بي. الف مبروك انس، يعني الحقيقه يستحق، وبيلقى التحيه حتى من لعيبه النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين، لانه طبعا هم في الاول والاخر زمايل في المنتخب وزمايل في يعني او يعني رفقاء الضرب مع زي ما بيقولوا. مستر اجوستي رايح اهو بيحييه من ورا ايهاب امين، زي ما قلنا ايهاب امين او عمر طارق هو ام في بي. هي العين لا تخطئ، العين لا تخطئ، ايهاب امين هو احسن لاعب، واتصور دي ثاني سنه على التوالي، ما كانش الذاكره خانتني، ايهاب امين هو افضل لاعب حتى السنه اللي فاتت، وكان افضل لاعب في البطوله العربيه. ايهاب امين بيتلقى التحيه من اعضاء مجلس الاداره، بيسقفوا له انه يستحق. الحاج محمد مصلح رئيس نادي الاتحاد، كابتن محمود الخطيب بيبو طبعا يعني بيدي التحيه لايهاب امين، ويعني بيقول له برافو، يعني بيشجعه. دكتور مجدي ابو فريخ رئيس الاتحاد بيهنيه، وهيتلقى التحيه والتقدير من باقي طبعا اعضاء مجلس الاداره، كابتن بشبيشه عضو مجلس اداره، وطبعا ده مندوب عن احد الشركات المعلنه، بيسلموا جائزه ام في بي موست فاليبل بلاير او احسن لاعب في الدوري. مبروك يا ايهاب، تستحق ايهاب امين، ده اكيد تعب مجهود ثقه ثبات انفعالي في المباراه. تظل انت الكينج يا ايهاب امين بامانه، يعني حصول نادي الاهلي على جائزتين فرديتين مع الدوري ده بينم على قوه الفريق. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي، منظر جميل. بيتلقى إيهاب أمين التحية، وتأتي اللحظة المهمة واللحظة اللي انتظرها جماهير النادي الأهلي ومحبين وعشاقه، وهي تسليم طبعا النادي الأهلي الدرع. ولكن في البداية قبل الدرع بيتسلم نادي الاتحاد ميداليات المركز الثاني والميدالية الفضية. هارد لك نادي الاتحاد، هيقدم مباراة جيدة ما ننكرش أبدا. خلينا نقول ده باسكت بول، احنا بنتكلم باسكت بول من أول دقيقة. يمكن عايز اقول لكم على حاجه، ويعني يمكن اتفقنا انا وضيوفي، نادي الاتحاد النهارده قدم مباراه احسن من المباراه اللي كسبها كمان، يعني المباراه اللي كسبها في جيم 2 النهارده نادي الاتحاد قدم، يعني شايفين علي حاطط ثلج على رجله الف سلامه ومع ذلك تحمل نفسه ولعب. لا، نادي الاتحاد النهارده قدم مباراه احسن من جيم 2، ولكن هذه هي كره السله، هذه هي طبعا يعني هذه هي كره السله، وهذه هي يعني معشوقة الجماهير، انه في الاول والاخر انت بتوفق في شوطه، بتوفق في لعبه، هي دي كره السله. ولكن هارد لك نادي الاتحاد، يعني ان شاء الله يوفق يعني فيما هو قادم. خلينا نقول كمان انه يعني النادي الاهلي النهارده بطوله زي دي تخليك سنه حامل اللقب، سنه حامل اللقب، وسنه كمان يعني انت يعني متربع على عرش كره السله،
وكمان الجميل انه رجال وسيده هنا طبعا زي امبارح بالظبط. دكتور مجدي ابو فريخه يصطحب يعني معاه طبعا كابتن محمود الخطيب وكابتن محمد مصلحي رؤساء الانديه، وعلى شماله كابتن عمرو مصلحي يعني نائب رئيس اتحاد كره السله، اخو على فكره اللي على شمال دكتور مجدي ابو فريخه دكتور كابتن عمرو مصلحي هو اخو كابتن محمد مصلحي، وهو عضو نائب رئيس الاتحاد المصري لكره السله. يمكن الكثير هتلاقوا الشبه كثير. ابتدى الفريق بكابتن الفريق الكابيتانو كابتن سيف سمير، مروان سرحان، النجوم خلينا نقولهم واحد واحد. طبعا سيف سمير كابتن الفريق اصطحب ابنه مروان سرحان، برافو يا مروان، عامل موسم هايل. مروان عامل موسم هايل. بعد كده في مهيب، مهيب ليه مباريات كتير كان ليه دور كبير فيها السنه دي، برافو يا مهيب. عمر طارق البرج الكبير بيج او، تومسون، عمر عزب انا اسف، احمد اسماعيل وراه، طبعا كريم حاتم الناشئ اللي لابس التوب بتاع التريننج، عمرو زهران احد نجوم الفريق السنه دي واللي فرض اسمه ويعني بقوه، عبد الله ناصر الناشئ اللي متصاعد مع الفريق خلاص هو دلوقتي السنه دي بقى درجه اولى، طبعا احد الرجاله رجاله رجاله فعلا في الفريق، عمرو اسمه ابو النصر انا اسف ابو النصر احد نجوم الفريق، مؤمن خيري طبعا احد الناشئين الصاعدين بقوه واللي فرض نفسه هذا الموسم، احسن لعيب هاب امين، تومسون اللي الحقيقه احتار فيه جماهير النادي الاهلي احترت فيه، بس ده لا يمنع انه ما خسرش بطوله. طبعا وراه عمرو الجندي نجم النجوم، انا عايز اقول لكم ما خسرش بطوله تومسون، البطوله الوحيده اللي غاب فيها او البطولتين اللي غاب فيهم خسرهم النادي الاهلي، يعني السبع بطولات اللي لعبهم تومسون فاز بيهم، او الثمان بطولات اللي فاز بيهم. طبعا مستر اجوستي بوش، احمد الجرحي المدرب العام، كابتن الدياسطي المدرب الفريق، طارق الغنام، عندك محمد عيسى، طبعا عندك تومسون شارك في سبعه من الثمانيه. نعم نعم دوري المرتبط يعني ما لعبش معانا فيه بس فاز بيه، فزنا بيه من غيره، ولكن قصدي اقول هو فاز يعني خلينا نتكلم من الناحيه الثانيه ان كل البطولات اللي شارك فيها فاز فيها. النادي الاهلي فاز ببطوله واحده من غيابه اللي هي كانت دوري المرتبط، طبعا ده باقي الجهاز الفني طبعا علاء لطفي يعني اخر واحد، طبعا كل التحيه، وطبعا اخر واحد لا اداري الفريق الدكتور وليد الخراط، مبروك مبروك النادي الاهلي، الف مليون مبروك. جاءت لحظه يعني اللي بينتظرها جماهير النادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي، وهي تسليم الدرع للكابتن سيف سمير، طبعا اكيد لحظه بينتظرها جماهير النادي الاهلي، واحنا كلنا الحقيقه محبين وعشاق النادي الاهلي بننتظرها بشكل كده. كل الشكر والتقدير لمجلس الاداره الكابتن محمود الخطيب، النهارده شفنا كابتن مرتجي موجود في الملعب، شفنا نائب رئيس النادي معالي الوزير عامل فاروق ما سابش ماتش لهذا الفريق، كل التحيه للمجلس بالكامل، مش عايزين ننسى حد، المجلس بالكامل برئاسه الكابتن محمود الخطيب كل التحيه. الحقيقه يعني خلينا نقول ان البطل الحقيقي النهارده في موسم تاريخي للالعاب الاخرى هو مجلس الاداره. مجلس الاداره اللي دعم كل الفرق، النهارده ميزانيه النادي الاهلي في الالعاب الاخرى هي الاكبر على الاطلاق. هنعرف ارقام ولكن مش مصرح لينا نقولها، ولكن مجلس الاداره النهارده دعم الالعاب الاخرى. لحظه الحسم ولحظه التتويج، تسليم الدرع لكابتن الفريق الكابتن سيف سمير، ويستعد اللاعبين طبعا للفرحه والابتهاج بهذه اللحظه الجميله. بيتزين النهارده النادي الاهلي او تم وضع النادي الاهلي عليه على الدرع عشان تكون يعني الحقيقه فرحه ما بعدها فرحه الموسم التالي. ده درع الدوري بيتم تسليمه الان، دوري السوبر. الاولاني كان الدرع العام، الاولاني عشان نوضح لحضراتكم الدرع العام الكبار وصغارين. هنا كابتن محمود الخطيب ومعاه طبعا رئيس الاتحاد دكتور مجدي ابو فريخه بيسلم الكاس لسيف سمير، مبروك يا سيف، مبروك لكل اللاعبين. الدرع اللي تحت ده الدرع العام كبار وصغار، النادي الاهلي في الباسكت بيستلم الدرع العام، تبتدي الاحتفال رقصه بيرسي تاو بالدرع، مبروك مبروك. يبقى كده الدرع ده لازم يتغير. الف مبروك، الفرحه مش في الدرع ولكن الفرحه في اللقب، اللقب الكبير اللي فاز بيه النادي الاهلي، لحظه جميله، لحظه تكررت الموسم الثاني على التوالي، اكيد من حق اللاعبين تفرح، ولكن يعني انا عايز اقول لكم موسم طويل وشاق، لسه كمان عندنا بطوله قويه بننافس عليها يوم الخميس، ربنا معاك الامانه، صعب، انا مش عارف هيعملوا ايه بصراحه، هيسافروا ازاي، هياخدوا راحه قد ايه ويتمرنوا قد ايه قبل ما يسافروا، ويتمرنوا في رواندا قد ايه عشان يلعبوا دور الثمانيه ودور قبل النهائي ان شاء الله في حاله تاهلنا والنهائي مع فرق هي مريحه دلوقتي. حقيقه حاجه شاقه جدا، مبروك مبروك مبروك.